بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعة، لو سألت كثير من الناس المتزوجين ليش اتزوجت، أو سألنا الناس اللي يفكروا أنهم يتزوجوا ليش حد يتزوج، يا ترى كيف حتكون الإجابات؟ هل في داخلنا قناعة فعلاً إنه الزواج باب للسعادة؟ بل حأعطيكم سر آخر، ترى الزواج باب لكثير من الأجور اللي يحصل عليها الزوجين في العلاقة الخاصة فيما بينهم، في النفقة اللي ينفقها الإنسان، في الضحكة، في الوقت اللي يقضوه مع بعض. بل وأكثر من هذا، ترى الزواج باب غنى يفتح الله عز وجل على الإنسان. يا ترى هل إحنا مستشعرين هذه المعاني حتى نسعد؟ مع الأسف إن إحنا نسمع في مجتمعنا اليوم كثير من الناس إنه الزواج هم ونكد وتعب. لا والله، كثير من الناس متزوجين وسعداء إذا وفقوا في اختيار زوجة صالحة، أو وفقت الزوجة في اختيار زوج صالح. ولذلك يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. معناها العكس كذلك، إن الرجل الصالح هو خير متاع الدنيا. في دراسة أجريت على 17 مجتمع حول العالم، وجدوا إنه أهم سبب للسعادة هو الزواج. رقم واحد، يا رب اجعل الزواج باب سعادة وباب أجور في حياتنا.